السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد رأفت زهران. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي نقدر نضيف أي وحدة قياسية إحنا عايزينها لأي خلية بندخل فيها أرقام داخل شيت الإكسل. هحدد أي مجال أنا عايز أشتغل عليه أو عمود مثلا، وليكن العمود ده، وأضغط كليك يمين فورمات سيلز، أو من الكيبورد أضغط كنترول مع رقم واحد هيفتح لي الفورمات سيلز، ومن تاب نمبر باجي هنا على كاستم، وأجي في التايب أكتب شيفت مع رقم 3 يديني علامة النمبر، بعدين كوما نمبر 0.00، واعمل مسافة وافتح علامة تنصيص، واكتب الوحدة اللي انا عايزها وليكن كي جي اللي هي كيلو جرام، واقفل علامة التنصيص. طيب انا هنا ملاحظ اصلا اللي انا كتبته ده هو موجود هنا، فممكن انا اختارها واضيف عليها اللي انا عايزه بقى. اعمل مسافة علامة تنصيص واكتب كي جي واقفل علامة التنصيص واضغط انتر. لو انا جيت دخلت هنا اي رقم وليكن 80، جاب لي 80 كيلو جرام. طب لو انا عايز احط كسر مثلا 60.5، جاب لي 60.5، 4 200، يبقى 4 كيلو و200 جرام. طيب لو انا عايز اعمل وحدة تانية وليكن مثلا على العمود ده، ودوست كنترول واحد وجيت على الكاستم، انا لو نزلت تحت هلاقي اللي انا عملتها في الكي جي كيلو جرام هلاقيها اتضافت عندي في القايمة. هنيجي مثلا عايزين نضيف السنتيمتر، هاجي اختار دي واجي اعمل مسافة وافتح علامة التنصيص واكتب سي ام واقفل علامة التنصيص واجي اضغط اوكي. لو انا جيت كتبت هنا 100 ودوست انتر جاب لي 100 سنتي. لو انا جيت دخلت تاني على الفورمات سيلز هلاقي ان اتضاف لي السنتيمتر برضو، واي وحدة انا بكتبها وبطبقها بتتضاف، بحيث ان انا لما اجي ارجع للفورمات سيلز بلاقيها موجودة عشان اشتغل بيها على طول، بدل ما كل مرة اقعد اضيفها. اتمنى ان الشرح يكون واضح، ولو في حاجة مش واضحة يا ريت تكتبوا في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت. وفي فيديوهات القديمة تقدروا تشوفوها هتلاقوها عندي في القناة، وفي بلاي ليست ضمن معانا فيه كل الفيديوهات بتاعت اكسل من اول الاساسيات. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.